اصحى يا كيلو، اصحى النهارده يوم اجازتك. اجازه اجازه اجازه. انا كيلو عندي 10 سنين. يوم الاجازه ده بالنسبه لي يوم مهم جدا ليا. بقوم بدري الصبح، بلعب شويه رياضه، ده حتى باين على جسمي. ولا انتوا شايفين ايه؟ الأهم بقى من ده كله إن أنا بحب التصوير، وخصوصاً التصوير السيلفي. مش بس كده، أنا بتعلمه عن طريق الإنترنت وباخد معلومات عنه مهمة تفيدني، وعشان كده اختاروني في قناة كوجي عشان البرنامج ده. أنا في يوم أجازتي بحب أدور على كنيسة أو دير أروح وأتصور فيه. مش بس كده، وكمان آخد فيه أحلى سيلفي. لا بجد شكلي كده هتأخر. مستنيين ايه؟ وانتوا جايين معايا، يلا بسرعة. خير يا صحابي، اصحوا وجهزوا يلا بسرعة عشان يومنا طويل ورحلتنا حلوة قوي. تعالوا معايا عشان نشوف هنروح فين النهاردة. المكان اللي هنزوره مع بعض النهاردة مكان من الأماكن الأثرية القديمة واللي كمان موجودة في مصر القديمة. المكان ده كان مهم زمان قوي عشان كان فيه قديس كلنا بنحبه وكان عايش هناك في وقت من الأوقات. عايزين تعرفوا أنا بتكلم على مين؟ تعالوا معايا، خلاص احنا قربنا نوصل. احنا وصلنا ونبدأ رحلتنا في دير الملاك ميخائيل الابلي. من الحاجات اللي بتميز الدير ده ان منارتها عالية. شايفين هي طويلة ازاي؟ ثلاث كنايس. اول كنيسه هنزورها النهارده هي كنيسه الملك ميخائيل. يلا ندخل ونصلي ونتعرف على الكنيسه. الكنيسة هنا مليانة صور وأيقونات أثرية جميلة.
قوي أيقونة إلي النبي دي. على فكرة دي صورة الملاك ميخائيل ودي صورة ماري جيسوس، وهما الاتنين رسومات أثرية حلوين قوي. الله، جميلة قوي الأيقونة دي. وزي ما انتوا شايفين في واحدة ست بتبوس رجل الطفل يسوع، وهي سلومي قريبة ماما العذراء. أنا سمعت إن الأوضة دي اسمها الحبشية، بس لسه ما أعرفش ليه، أكيد هسأل عليها. حلوة قوي صورة ماما العذراء دي اللي لابسة تاج، وكمان فوق راسها في حمامة. أنا أول مرة أشوفها مرسومة كده. لازم أخذ سيلفي مع الأيقونات دي. كبيرة قوي ومرسوم عليها قدوسين كتير، لازم اخد لها صورة. ودلوقتي يا صحابي تعالوا نسأل على كل المعلومات اللي عايزين نعرفها عن تاريخ الكنيسة. ازيك يا انكل كامل، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا كيرو؟ انا كويس الحمد لله. ايه اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. عايز تسأل عن ايه؟ هو انا عايز حضرتك تحكي لي شوية عن الدير. دير الملاك الابلي بمصر القديمة اتبنى في اواخر القرن العاشر الميلادي، اللي بناه واحد اسمه الواضح ابن الرجا. دوت كان راجل غني دخل المسيحية وتعمد وبدأ يبني كنائس واديرة، من ضمن الاديرة اللي بناها دير الملاك ميخائيل الابلي اللي احنا قاعدين فيه دلوقت. الدير مبنى على مساحة كبيرة لأراضي زراعية كبيرة، منها بيزرع فيه القمح والشعير وأشجار الزيتون والنخيل. حاجة تانية، احنا قاعدين هنا في الكنيسة أو في دير الملاك الإبلي عبارة عن دورين. الدور الأول احنا قاعدين فيه دي الكنيسة، في دور تاني فوق اللي فيه كنيسة ماري جرجس وآلية البابا كيرلس. الدير دوت زاروا كتير من الآباء البطارقة، كان مكان للاستجمام والتأمل الروحي، زي من البطارقة زي البابا ميخائيل الخامس رقم 51 في تعداد البطارقة، البابا مرقس ابن زرعة رقم 73، البابا كيرلس رقم 75، وعندنا البابا كيرلس السادس اللي هو جه باسم أبونا مينا البراموس المتوحد، وعندنا كمان البابا قداسة البابا شنودة الثالث لما كان أسقف للتعليم جه زارنا هنا. أنا وأنا بشوف الكنيسة شفت صورة إلي النبي وكان ماسك سيف عليه نار. إلي النبي موصوف في العهد القديم إن هو خادم الناري. هو يعني إيه خادم ناري حضرتك؟ خادم ناري هو عبارة عن خادم في التربية الكنسية بيخدم، بس يكون خادم نشيط غيور على كلمة ربنا، ما بيخافش، بيحاول بيسعى انتشار كلمة ربنا ويوصل ربنا للمخدومين. كان في أوضة كده اسمها الحبشية، هي ليه اتسمت بالاسم ده؟ الحبشية نسبة إلى راهبة اسمها مريم الحبشية، قعدت فيها فترة كبيرة تخدم الدير، أي مع حراسة الدير بتنظف الدير. كان معاها تعبان صغير عايش معاها، كمان في الوقت اللي هي كانت قاعدة فيه كان الراهب مينا المتوحد كان موجود هنا في الدير، بس هو كان قاعد فوق في القلاية في الدور التاني فوق في قلايته، وهي كانت قاعدة هنا تحت. أول لما جت ماتت جت السفارة الأثيوبية بوفد كبير على رأسها
الأساقفة والرهبان الحبش جم خدوا جثمانها صلوا هنا في الكنيسة قدام المسبح، وبعد كده خدوا جثمانها وودوه السفارة. في الأوضة برضو كان في سقف كده كان مرسوم عليه قديسين كتير، هو ليه كده؟ دوت كان زمان احنا عارفين اللي كان دير كان عبارة عن مسبح صغير كانوا بيصلوا فيه الكاهن والرهبات من ورا يصلوا ورا منه، ده عبارة عن رسوم لحضن الآب، رسوم زخرفية موجودة على حضن الآب. دلوقتي أنا كان في وأنا بشوف الكنيسة شفت أيقونة ماما العذراء كانت لابسة تاج وفوقيها كان في حمامة، ليه؟ ماما العذراء معروفة تملي إن هي أمنا رب المجد يسوع المسيح وهي شايلة على أيديها، فبنقول المزمور جلست الملكة عن يمين الملك، بنلاقي كمان حمامتين أو طائرين في اليمين وفي الشمال ورا ماما العذراء، ده الملاك ميخائيل والملاك غبريال. معلش انا تعبت حضرتك معايا وكنت مبسوط جدا وانا مع حضرتك. لا احنا خدنا بركه، تعالى كمان اوريك مكان حلو قوي في الهيكل عندنا هنا جوه، اتفضل. خلصنا رحلتنا لكنيسة الملاك ميخائيل، بس لسه رحلتنا في دير الملاك ميخائيل الإبلي لسه ما خلصتش. استنوني الحلقة الجاية عشان نكمل زيارتنا للدير. باي باي يا صحابي.